بهدف الحفاظ على التراث والحضارة السورية، تم تخريج الدفعة الرابعة من طلاب ماجستير التراث الشعبي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية دمشق بحضور مجموعة من المشرفين على الأبحاث من أقسام التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والآثار والمتاحف. قمت بإعداد استبيان حول دور المراكز الثقافية ووصل النتائج أنه مستوى التقديم هو مستوى متوسط، حيث أن الأنشطة بحاجة إلى المزيد من الدعم، كما أن طبيعة المصادر الموجودة في المراكز تحتاج إلى المزيد من الدعم وتسليط الضوء عليها، كما أن المراكز الثقافية تحتاج إلى باحثين من أهل الاختصاص في التراث الشعبي يعرفون بمدى أهمية التراث الشعبي. تحدثت عن التكاية التي أنشئت في الزمن العثماني، سواء كانت كية سليمية في الصالحية، كية سليمانية، كية المولوية، يعني بشكل عام لمحة عن هي التكاية، بس طلت ضاعت كية سليمانية. حكيت شوي عن أقسامها، حكيت عن الوظائف التي كان تقوم بها وصولا إلى فترة إغلاقها من قبل أتاتورك. تحدثت بهذا المشروع شو الفعاليات والمهرجان التي أعادت الروح إلى هذا المكان التاريخي الأثري وخاصة بعد أغلاقها. هدف البحث بشكل أساسي لتسليط الضوء على التراث الشعبي بناحية برمات المشايخ، وأيضا على العادات والتقاليد بشكل عام، ومدى ارتباط الأس نبات الأس بهذه العادات وهذه التقاليد. طبعا هنا أيضا قدم البحث أو كان داعما للبحث معرض عن الأدوات التقليدية التي صنعت خصيصا من الأس، وكيف طوع أهالي ناحية برمات المشايخ الأس لصناعة أدوات تقليدية قديمة تلبي طلبات حياتهم اليومية. المشرفون أكدوا على أهمية هذه الأبحاث في ظل الهجمة التي تشهدها سوريا من حرب ظالمة وتدمير ممنهج للتراث والتاريخ والحضارة التي تمتد لآلاف السنين. نحن بنعرف أنه هو خلال السنوات السابقة هي تعرضت البلد إلى حرب كونية على سوريا أدى إلى تدمير هذا التراث بشكل كامل، وبالتالي أن هناك بعض المعالم الكثيرة لبعض المهن والحرف التقليدية في سوريا التي اندثرت وبدأت تنتقل إلى دول أخرى بطرق غير مشروعة وتنسب إلى عدد آخر من الدول، مع أنه هي المنبت الأساسي إلى هذه المنطقة منذ الأزل. وهذا السبب إعادة إحياء تقريبا هذه المهن عن طريق هذا الماجستير. مطلوب عمل الكثير، يعني مطلوب استخدام التقنيات الحديثة في والعودة إلى هذه الصناعة، أعطى أهمية عالمية وعلى الأقل يعني صفحة إلكترونية ومتحف وغير ذلك، وتقديم قروض لهذا الأمر. يعني تقريبا في كثير شغلات يجب العودة إليها. الهدف الأساسي هو عملية ربط الحرفيين مع الجامعة والجامعة والطلاب مع الحرفيين. كان جامعة دمشق وكلية الأدب بحد ذاتها كان خلال سنوات سابقة لها بدور كبير بهالشكل أساسي خلال الأسبوع الثقافي، من خلال دعوة الحرفيين للقدوم أو المشاركة خلال الأسبوع الثقافي ضمن فعاليات ضمن كلية الأدب، إضافة للمعارض والمحاضرات من خلال يعني التخصصات المختلفة في التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والجغرافيا، وكل التخصصات لها علاقة وثيقة بالتراث الشعبي، لأن التراث الشعبي بمجمله هو عبارة عن مجموعة مكونات بيئية جغرافية ملتصقة بالإنسان. الإنسان هو الأساس في هذا الوسط الجغرافي المحيط، يترك بصماته وعلى من خلال التراث الشعبي. الموضوعات متنوعة ومختلفة حسب الاختصاصات وغنية جدا، ترفد التراث الشعبي بسوريا، وأيضا تلفت نظر المسؤولين إلى أهمية التراث وإلى يعني إحداث كل ما هو يطور التراث وما يحافظ عليه حفاظا على هويتنا الوطنية. فالتراث هو هوية وطن، علينا أن نحافظ عليه وأن ندعمه أيضا بدراسات علمية. أبحاث الطلاب تنوعت بين التاريخ والحضارة وما تشتهر به المحافظات السورية من عادات وتقاليد، بالإضافة إلى معالم الحضارة ومراكز الإشعاع الثقافي في سوريا منذ آلاف السنين.